واحد رقم جوج رقم ثلاثة هنا بدينا كنتحققوا كنتقلبوا العيب اللي مستغابر أي واحد حضر النار ولكن غادي نقولوا واحد نقص نقولوا نقص غادي نقولوا واحد اختلاف حتى هادو راه النخبة هاد الناس اللي تتفاراو حاليا من الفاكهة اللي تتفاراو حاليا هما إنتاج النخبة أحسن من أنتاج سلالة تبعيد تتفارا حاليا من بقة تبعيد منطقة الأطلس المتوسط 53 تجمع ديال 65 ألف منخرط قيادة طاقم تقني وإداري يترأسه الدكتور أبو دار محمد مع نخبة من التقنيين والإداريين من أجل الرفع من منتوج وإنتاجية وحفاظ على سلالة تبحنيت بمنطقة الأطلس المتوسط مجموعة من البرامج اللي قامت بهم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام المعزة بهدف تحقيق الربح ومساعدة الكساب منها تفعيل والوقوف على برنامج يعني برنامج ديال الاعتراف بالبيان الجغرافي لسلالة تبحنيت كذلك إنشاء منصة لبيع خروف العيد واللي غادي يتطور مستقبلا وغادي يكون يقدروا نبيعوا فيها حتى الفحول المنتقات تطوير البرامج من أجل التتبع التقني برامج معلوماتية من أجل التتبع التقني الميداني لعمل الجمعية المواكبة والمصاحبة التقنيين والأطر للكسادة كذلك مؤسسة مسيرة للجمعية في مجلسها الإداري برئاسة رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام المعزة السيد محمد المجدوبي الذي يرافق الكساب واللي هو حاضر معنا في فعالية هذا المهرجان مهرجان تسمية سلالة تبحنيت اللجنة مازال خدامة باش تحدد لينا رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة تنذكروا بأن هذا المهرجان تم افتتاحه من طرف السيد العامل الإقليمي لإقليم إفران مرفوق برئيس مجلس إقليم إفران وكذا رئيسة جماعة تبحنيت ومجموعة من الفعاليات على رأسهم رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز مرفوق سيد عبد الرحمن المجدوبي مرفوق ب الطاقم التقني والإداري للجمعية وأطر الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز الذي يقودهما السيد مدير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز السيد سعيد الدكتور سعيد الشاطبي افتتاح فعالية هذا المهرجان كانت يوم أمس واليوم هو اليوم الأكبر من أجل تحديد رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة أحسن كساب في المهرجان أحسن خروف التباري بين نخبة الأطلس نخبة الجبال الشامخة
كيما هاد السلالة سي بحضيت بمراجعة سي بحضيت سي بحضيت. اللجنة بقاو عندها ثلاثة ديال الخرفان، ملي تنقولو الخرفان تنقولو ولاد العام، وهادو 100% باقيين سنان الحليب. غادي تحدد رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة. رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة. خروف تبحضيت، خروف مهرجان في دورته السادسة، مهرجان التثمين. سجان مشاتي لتفهم، مشاتي شوف الصوفة، هنا تتأكدوا بأن القضية قضية حامضة. ياك قضية صغيرة. أمي جالون الدكتور جالون عبد الرحمن يبدا يتشف في الحولي. صافي راه القضية صغيرة. صافي دابا راه تيقلب على الشيبة باش يقول هذا خصو الرتبة رقم واحد ولا رقم ثلاثة. المسألة زيرات الكسابة تيقلبوا على كلاسي. فين هو الخروف ديالي؟ واش غيبداو من اليمين ولا غيبداو من اليسار؟ انا تنشوف السجان وغيبداو من الوسط. واحد، جوج، ثلاثة، هذا هو التصنيف. خضر، زرق، احمر، شكون هو اللي غادي يديروا ليه الرشمة الحمراء؟ شكون رقم واحد؟ مسألة ماشي بعين، ولكن مسألة فيها خبرة، مسألة فيها تقنية، مسألة فيها عبار. خدمات المسطرة وخرجات. دابا بقى جزئيات بسيطة وبسيطة جدا اللي غادي تفصل سيبر نمبر 1 رقم واحد الشامبيون ديال المهرجان تسمية سلالة سي بحضيت. ها هو شافي الشيخ الشيخ. شكون اللي شافو في الجمهور؟ شكون؟ يلاه اجي اجي نديرو واحد المسألة. اخوان رقم واحد ديرو عن بالك صافي. لا اسكت اسكت بلا ما تصرو للجنة حيت الجنة عندها ورقة عاتلنا. رقم واحد ديرو بالك ياك، ورقم جوج ديرو بالك، ورقم ثلاثة ديرو بالك. الله يخليكم. انا ملي غادي نسول ونقول شكون اللي جابها صحيحة في رقم واحد يزيدو، شكون اللي جابها في رقم جوج يزيدو، وشكون اللي جابها في رقم ثلاثة يزيد. صافي هذا تحدي هادي انا مع الطير. نشوفوا واش حنايا الجنة ولا صافي الله يجي. صافي ياك يا استاذ انا عارف هادشي. شوف انا بلا ما تقول لي انا راه ما عارف والو، انا راه عارف السجان وغادي نكتبها وغادي نشوف كنت شنو غادي تجيب. صافي واحد جوج ثلاثة. مين اللي بقاو يديروا في الأرقام غير يقولوا لي رقم واحد، غادي نشوفوا شكون اللي جاب رقم جوج، شكون اللي جاب رقم ثلاثة. صافي غنتحدى حتى حنا اللجنة، غادي نشوفوا الوسط واش حنا متوافقين مع اللجنة ولا اللجنة عندها الخبرة اللي فات باش تقدر تحدد واش حنايا عندنا النظرة ديالنا ثاقبة بحالنا بحال اللجنة. هذه مسابقة للجمهور. شوف اتحاسبها مع راسك. هذا هو ولا حاسب؟ لا اخوان لا. شوفوا وشوفوا بحال الجنة. هاهما شوف دابا حاليا الجمهور كله تيتحدد صوت واحد تيقول لا هذا رقم واحد، لا هذا رقم جوج، لا هذا رقم ثلاثة. على الأقل هما متفقين بأن هذو هما ثلاثة. طوب أحسن وحدين ف اللجنة يعني توفقات انها تحدد رقم ثلاثة، رقم جوج، رقم واحد، ولكن غادي نشوفوا الجمهور واش تيوافقنا هذا الرأي، واش الجمهور بقى المستوى انه يشوف النظرة ديال اللجنة. ها هو حنا معليش نعاودو الهضرة، راه قال لك راه رقم واحد وتيشير على رقم جوج وتينيش على رقم ثلاثة. طيب واحد تيشوفوا لي المشية راه تيت مختار ياك سيدي. هذاك هو رقم جوج والاخر رقم ثلاثة.
الاخوان الله يخليكم، الشجره قربت تجيب النتيجه. واش نتوما شفتوا النتيجه في راسكم ولا مازال؟ يلاه اللي كاين عنده النتيجه في دماغه يزيد يده، يلاه الفوق الفوق الفوق، عرفتيو؟ برافو. واه صافي نتوما ساليتو الجنة واحد الطريقة ما عرفتش علاش. لا لا ما عرفتوش ما عرفتوش. وكاين الا انا دابا ولا عندنا جوج ديال الليجان، ولا عندنا لجنة داخل ولجنة برا. ها الاقتراح ديالي انا راه مازال عرفتش في هذا الشيء. لا هو رقم عليه ماشي رقم منه، هو راه هو رقم واحد شتيه، ولا خرج جوج ولا خرج ثلاثة. راه رقم واحد ولا رقم جوج ولا رقم ثلاثة، ولكن شكون هو فيهم؟ سي جانون. أنا بالنسبة لي راه هو رقم واحد، وراه هو رقم جوج، وراه هو رقم ثلاثة. سي جانون النتيجة إخوان الله يخليكم، غادي نرجعوا اللجنة المنظمة قالت لنا نرجعوا نحيدوا من الباريات الناس اللي داخلين داخل. سي أبو دريات يقول لكم عافاك الله يخليكم، رجعوا شوية اللور إذا كان ممكن. الله يخليكم الله يخليكم، عا شوية اللور إخوان، عا شوية اللور الله يسهل عليكم. أنا بأن مستوى متقارب عمل كبير، عندنا ما نديرو هذا هو العمل، مستوى متقارب ولكل ذي حق حقه. راه اللي حدد رقم واحد وجا فيها أقول يمشي عمر الزريبة، قد يا رب ديانا المرة الجاية غادي نطلبوا من لجنة التنظيم ديال المهرجان تقدم لنا الجمهور، تقدم لنا يعني جائزة الجمهور، وشكون اللي غادي يحدد لينا غادي يجيب لنا رقم واحد صحيح ورقم جوج صحيح ورقم ثلاثة. العام الجاي غنطلبوها منهم ياك، وغادي نديرو لهم شي صندوق ونقولو لهم يديرو لنا الأرقام. اللي جابها فلور ولكن هادي وقيلة تقريبا راه إخوان الله يخليك، كاين رئيس الجمعية وسي مدير الجمعية الله يخليكم بغا يوصلوا للحلبة، حاولوا تساعدوهم. مزيان شكرا شكرا لكم على المجهودات اللي تقوموا بها في إطار تطير اليوم تنظيم هذا اللجنة لجنة الالتقاء بمناسبة الدورة السادسة لمهرجان تتمين سلالة تحضيت. مجهود كبير تقوم به جمعية الوطنية مربي الأغنام والمعزة لمرافقة الكساب جميع التظاهرات على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع السلالات، نموذج سلالة تحضيت الموزع على 53 تجمعات، أكثر من 65,000 أكثر من 65,000 منخرط. على الأول على الزوج على الثاني. الأول؟ راه. خطر الثاني هذا. أزيد من 50% من رؤوس أغنام بالمغرب من سلالة تم حديث. بلاتي سكاك بلاتي السجان بلاتي. ها هو شكون في الجمهور اللي جاب هذا رقم ثلاثة؟ شكون؟ هز يديك هز 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 هز
ماشي كثار. اللجنة برافو عليكم. رقم ثلاثة إطار التشويق حتى الميكرو تيوقف. رقم ثلاثة هو الخروف رقم 23-0-0-10 جاب القيد ديال 85 تصفيقات حارة عليه وعلى بنتجو. رقم جوج هو الخروف رقم 23-0-0-21 عنده اللون الأزرق تصفيقات حارة عليه. شكون اللي جابو هذا الجمهور؟ شكون؟ شكون اللي جابو؟ شكون؟ داكشي اللي قلتي؟ برافو عليكم. ورقم واحد هو الخروف 23. واللي جاب 92، بلاتي اخواني الله يخليكم الله يخليكم، اللي جاب 92 نقطة تصفيقات كبيرة على هذا المنتج على الخروف وعلى اللي ينتج هذا الخير هذا، تصفيقات حارة. الله يسخر الله يسهل عليكم في اطار هذا الشيء هذا، في اطار العمل القيم اللي تقوم به. اخوان الله يخليكم الاخوان الذين استخدموا الفرصه اسمحوا لينا سمع الله اتجاهنا. اخوان تبارك الله عليكم. اخوان تحياتي. الله يجزيكم بخير.